الرجاء الوقوف دقيقة صمت عن روح الشهيد محمد شطح ورفاقه، يليها جزء من مقطوعة أفي ماريا.
دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ممثلاً بالنائب هاني قبيسي، دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بمعالي الوزير جمال الجراح، فخامة الرئيس ميشيل سليمان، أصحاب المعالي والسعادة، حضرة ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية وأصحاب السماحة والنيافة، حضرة ممثلي رؤساء الأحزاب والقيادات الأمنية، عائلة وأصدقاء ومحبو الشهيد محمد شطح، أيها الحضور الكريم، ثلاث سنوات مضت على غياب محمد شطح من دون أن يغيب عن كل من أحبه وعرفه وعاش معه. هو الحاضر فينا رغم وجع الغياب، اسماً يساوي الاعتدال وعلامة مميزة من علامات الإشعاع الفكري والصفاء الوطني. والكلام هنا لدولة الرئيس سعد الحريري الذي لم ولن ينسى يوماً محمد شطح، الإنسان العميق والدبلوماسي العتيق والمفكر المبدع، حاله من حال كل المحبين الذين يحيون ذكراه اليوم مع تيار المستقبل الذي سيبقى على عهده وفياً لدماء شهداء 14 من آذار وعلى رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ثلاث سنوات مضت على غياب محمد شطح، لكن بصماته حاضرة في كل استحقاق، ورؤيته في المبادرة لحماية لبنان وتحييده باتت اليوم هي عنوان الأمل والخلاص لكل اللبنانيين. معالي الوزير الحبيب محمد شطح، ما زلنا على عهدنا بتحويل كل شهادة إلى حياة جديدة من أجل إنقاذ لبنان. أغمضت عينيك على أبواب فراغ كاد يقتل الجمهورية، وها نحن اليوم بفعل إرادة دولة الرئيس سعد الحريري نفتح أعيننا على مرحلة جديدة تعود فيها المؤسسات ناظمة لحياة اللبنانيين، ويعود فيها الحوار وسيلة لحلحلة الأزمات، وهي مرحلة ناضلت لأجلها كثيراً للعبور بلبنان إلى حيث كنت تريد. معالي الوزير الحبيب محمد شطح، كل الكلام لا يعبر عن مدى الحنين إليك. عائلتك الصغيرة اشتاقت للزوج، للوالد وللصديق، وعائلتك الكبيرة اشتاقت لفكرك ولرؤيتك. كل التحية والرحمة لروحك ولأرواح من رافقوك في درب الشهادة، الشهيد طارق بدر، الشهيد الشاب محمد الشعار، والشهداء أنور بدوي، محمد ناصر منصور، كيفارك تاكاجيان، صدام الخنشوري، رحمة الله عليهم جميعاً. لأن محمد شطح كان من أشد المؤمنين بالمعرفة والتعليم، كان إطلاق صندوق الدكتور محمد شطح للمنح الدراسية دعماً للطلاب القادمين من الشمال من الجامعة الأمريكية في بيروت من اختصاصات الدراسات السياسية والإدارة العامة. عن صندوق المنح الدراسية يحدثنا أحد أعضاء الهيئة التعليمية سابقاً في الجامعة الأمريكية ورفيق درب محمد شطح الدكتور نديم الملا، فليتفضل. مساء الخير. بداية ما بقدر إلا أتوجه إلى أخي وصديقي محمد وقل له باسمي وباسم كل الحاضرين أنه اشتقنا له، وقل له أنه بهالمرحلة قدين احنا كنا بحاجة له، لأنه مثل ما كلنا منعرف محمد هو رجل حوار والاعتدال، ويبدو الأفرقاء اللبنانيين بهالمرحلة الحالية صاروا أكثر اقتناعاً بأنه الحوار والاعتدال هو أساس للانطلاق بلبنان الجديد. حابب اليوم أحكي معكم عن موضوع المنحة اللي تأسست بالجامعة الأمريكية تحت اسم الشهيد محمد شطح. من اليوم الأول لاغتيال محمد معظم أقاربه
وأصدقائه بلشوا يفكروا شو ممكن نعمل لمحمد، وشغلة تأمن استمرارية لعطاءاته وعلى مسيرته ولاسمه. وكل واحد منا فكر على طريقته، وفي مجموعة فكرت إنه طيب شو أهم شيء عند محمد كان، وكلنا توصلنا إلى القاسم المشترك: محمد كان شخص يؤمن بالعلم والمعرفة. لهالسبب فكرنا بشغلتين: الشغلة الأولى منحة تحت اسم الشهيد محمد شطح تعطى سنوياً لطالب أو أكثر بالجامعة الأمريكية، وأيضاً جائزة في نهاية العام الأكاديمي، جائزة للإبداع الأكاديمي تعطى لأفضل طالب بالنسبة إلى أدائه وفعاليته الأكاديمية. وفعلاً بسرعة قياسية قدرنا نجمع 275 ألف دولار. وهون بحب، يمكن هي أول مرة اتوجه لكل اللي ساهم، من أصغر مبلغ لأعلى مبلغ، اللي ساهموا بإنشاء هذا الصندوق بسرعة قياسية. الأمر اللي الشخص الأول اللي حاز على جائزة محمد شطح للإبداع الأكاديمي كان فقط ستة أشهر بعد اغتيال أخونا محمد. وأول منحة أعطيت كانت سنة للعام الدراسي 2015-2016، وبحب أقول إنه هيدي منحة تعطى سنوياً ودائمة، مش لمرة واحدة فقط. لما فكرنا بالمعايير اللي بدنا نتبعها بإعطاء المنحة، فكرنا شو أهم شيء كان بالنسبة لمحمد. أولاً بالنسبة لمحمد، طرابلس والشمال كانت منطقة عزيزة على قلبه، وكان يعتبر أنه هي منطقة محرومة ومحتاجة. فأعطيت الأولوية لطالب من منطقة الشمال. اثنين، محمد كان يؤمن إنه نخرج كوادر علمية يلي ممكن تستلم مراكز أساسية في الإدارة العامة ومراكز في الحياة السياسية اللبنانية. لهالسبب كانت المنحة للعلوم، الإدارة العامة والعلوم السياسية. وثالثاً وأخيراً بالنسبة لمحمد، الجامعة الأمريكية كانت ولا تزال تمثل له واحة من العلم، واحة من التفاعل. واللي يلي ما بيعرف محمد، لآخر يوم من حياته كان يقضي وقت كتير بالجامعة الأمريكية، يقعد ويبحث ويمشي ويتذكر. فهذا المكان كان كتير عزيز على قلبه. وهلأ حابب بس أذكركم أسماء الأشخاص اللي حازوا على المنحة وأيضاً حازوا على جائزة الإبداع الأكاديمي. وكان المفروض واحد أو صبية تكون معنا اليوم لتحكي كمان هي عن تجربتها بهذا الأمر، ولكن للأسف بسبب الأعياد ما قدروا، كانوا كلهم مسافرين. فبالنسبة إلى المنح اللي أعطيت، في شخصين أو فتاتين اللي حازوا على هذه المنحة. الأولى ديما طوباجي، وهي سنة تانية بالعلوم الإدارية، ونور تركماني، وهي تخرجت بحزيران الماضي بباتشلر بالعلوم السياسية. أما بالنسبة إلى اللي حازوا على جائزة الإبداع الأكاديمي، فللعام الدراسي 2014-2015 اللي حصل عليها زاد مصطفى الحج سليمان، وفي العام الدراسي 2015-2016 حاز عليها شاب اسمه جود مسعد. وأخيراً
ولتسييد العلاقة ما بين الشهيد محمد شطح وأيضا صديق عزيز علينا كلنا وعزيز على محمد الشهيد باسل فليحان، وتكريما وتخليدا لدورهم في الحياة العامة اللبنانية وعلاقتهم بالجامعة الأمريكية، تم تكريس مقعدين مجاورين في منطقة المدخل الأساسي للجامعة الأمريكية، حيث يجتمع الطلاب يوميا ويتفاعل مع بعضهم بعض. يعني اللي بيعرفوا الجامعة الأمريكية هي من المدخل الأساسي بمواجهة الكافيتيريا، وأنا الحقيقة بدعي كل واحد يلي عنده مجال يزور الجامعة الأمريكية يروح ويقعد هناك ويتذكر محمد وباسل. شكرا. نرحب أيضاً بفخامة الرئيس أمين الجميل ممثلاً بالنائب نديم الجميل. بالنسبة إليها هو الأستاذ والزميل والصديق، وصفته يوم الاغتيال بلولب تيار المستقبل وصاحب أفكار لا تنضب وبأنه خسارة لا تعوض للتيار، عن علاقة عمل تطورت إلى صداقة وعمل في السياسة. تحدثنا نائب رئيس تيار المستقبل معالي الدكتورة ريا الحسن، فلتتفضل. كثير قليل الأشخاص يلي بمروا بحياتنا بيتركوا أثر وبصمة كبيرة علينا. محمد شطح كان واحد من هالأشخاص. أنا بعتبر حالي إنسانة محظوظة لأنه صار لي فرصة أتعرف عليه وأشتغل معه وأتعلم منه وصير صحبة معه. محمد شطح رجل عصامي صنع حاله بحاله، انتقل من مدرسة صغيرة بطرابلس يتبوأ بعد أهم المناصب بلبنان وبالخارج. خدم بلده، عطى كل ما عنده لبلده، وبالأخير استشهد لبلده. كثير انحكى ونقال عن محمد شطح من بعد ما استشهد، وصف برجل اعتدال بالاقتصاد اللامع الأكاديمي فاني. اسمحوا لي لكم أنا كيف بشوف محمد شطح. محمد شطح كان إنسان عصري ومبدع، كان يتحدى نفسه ومحيطه من خلال طرح أفكار ما حدا مفكر فيها من قبل. ما كان هالسياسي يلي بيطرح أفكار معلبة، حلول يلي كان يقدمها كانت دايما سباقة وتقدمية. في حدا غيره مثلا بيتجرأ يطرح فكرة أنه النفط والغاز يلي رح نستخرجه من البحر إن شاء الله لازم يتوزعوا على كل فرد من أفراد الشعب اللبناني لأنه هي ثروة للشعب مش للدولة؟ ما حدا فيه فكر أنه بغض النظر عن موقفنا من هيك طرح، هي فكرة كانت تقدمية وجريئة وفيها جانب اجتماعي إنساني. محمد شطح كان رجل مثقف، كان محمد بيملك عمق فكري واسع. صحيح انه دراسته الأساسية كانت بعلم الاقتصاد، بس كان كمان يحكي بشغف وباطلاع واسع بمواضيع تانية مثل الفلسفة والموسيقى والفن والعلوم. كان قارئ نهم ومطلع على كل شيء جديد. بعد ما استشهد استوعبت كمية المراجع والقراءات المتنوعة يلي كان محمد يقوم فيها ويلي خلته يملك كمية كبيرة من المعلومات. محمد شطح كان رجل بيأمن بالحوار، كان رجل سياسي منفتح على جميع الأفكار والآراء من دون ما يتخلى عن مبادئه. كان يؤمن بالحوار كوسيلة لغربلة الأفكار للوصول لحلول واستنتاجات بناءة.
كان يتقبل الأفكار الجديدة، وأنا برأيي هيدي أقوى ميزة كان يتمتع فيها محمد، لأن خلته دايماً يجدد آرائه ويبتكر أفكار متجددة وحديثة. محمد شطح كان متعدد المواهب، كان اقتصادي ماهر مثل ما كان سياسي مميز، وهيدي الصفة أنا لمستها بسنة 2008 وقت اللي كنت جزء من الوفد اللي راح معه على الورد بانك IMF Annual Meetings. بتذكر كتير منيح اجتماعنا مع مسؤولين بالبنك الدولي يلي تركز وقتها حول المخاطر الاقتصادية اللي كان لبنان عم يواجهها. كانوا بالبنك كتير متشددين معنا واخدين موقف متحفز من التطورات بلبنان. ما في لكم كيف بربع ساعة كان مشقلب لهم كامل تفكيرهم ونظرتهم للبنان ومخاطره بطريقة اقتصادية علمية ومقنعة. وبنفس النهار رفقته لشارك باجتماعات في وزارة الخارجية الأمريكية. اجتمعنا مع كوندليسا رايس. وقتها استوعبت قديش هالشخص بيملك حنكة سياسية وأسلوب سلس ومقنع بطريقة تعاطيه بالملف اللبناني الدبلوماسي. محمد شطح كان كمان شخص استراتيجي بامتياز. كان من السياسيين القليل يلي عندهم نظرة وبعد استراتيجي. كان عنده قدرة كبيرة إنه يقرأ الأحداث ويحللها ويستنتج منها ليبني توصياته وآرائه. مشان هيك كان قادر يأثر بعمق على الغير بمواضيع كتيرة وعلى طرح حلول علمية من المشاكل. وهالسبب كان كمان من السياسيين المحليين يلي كان دايماً مطلوب يحاضر بمحافل دولية سياسية واقتصادية. محمد شطح كان رجل واقعي وعملي. صحيح كان عنده أحلام وطموحات كبيرة وكان شخص بطبيعته متفائل، بس بنفس الوقت كان يقدر حجم التحديات وسقف القدرات والإمكانيات المتاحة. توصياته صحيح كانت طموحة، ولكن مقاربته كان دايماً واقعية. أحلى صفات محمد شطح أنه كان رجل إنساني، كان يحسس الكل أنه هن قراب لإله يلي كانوا يشتغلوا معه من الصغير للكبير. يعرفوا أنه أي تساؤل عندهم إياه فيهم يدقوا بابه يفوتوا عند محمد ليتحاوروا معه. ما كان يرد حدا، كلنا يعطينا الوقت ويفسلنا ويحدثنا. كنا دايما نطلع من عنده عارفين وفهمانين أكثر من وقت يلي فتنا. كان شخص يملك روح النكتة يلي ما كان بيعرفه وما بيعرف قديش عنده قدرة إنه يلاقي مواقف بتضحك حتى بالظروف الصعبة ليخفف عنا ويمكن ليخفف على حاله. هالنزعة المرحة بشخصيته كانت تنسحب على لبسه كمان، خصوصا بجرافاتاته يلي كان يلبسها. مين فينا ما بيتذكر الجرافات الصفراء الفاقعة أو الحمراء أو الخضراء؟ كأنه he was always testing how loud a color he can get away with. أخيرا هون بدي استأذن من نينا وعمر وروني لأحكي عن محمد شطح كرب عيلة. أنا ما تعرفت على روني وعمر إلا من بعد ما استشهد محمد شطح، بس كنت أعرف عنهم كتير قد ما كان يحكي عنهم وعن شخصية وإنجازات كل واحد منهم. صار لي الفرصة إنه أقعد معهم على عدة مناسبات من وقتها. كل مرة أترك بانطباع إني قاعدة مع أشخاص بعرفهم من زمان، قد ما هن قريبين قد ما هن أخدين ومشبعين من بيهم، كل واحد بطريقة مختلفة. أذكياء، مطلعين، عصريين، حبين مثل بيهم. بعد ما تعرفت على نينا تأكدت إنه محمد ما كان قدر نجح لو ما هالست الجبارة والقديرة يلي وقفت حده من أول الطريق ورفقته طيلة مسيرته المهنية، دعمته وشاركت له بتربية هالشابين مميزين. يوم الصبح بس فتحت الفيسبوك وشفت تعليقات العالم على استشهاد محمد شطح، بين لي إنه في كتير يتذكر محمد بنفس الطريقة يلي أنا بتذكره فيه.
وهون برهن لي انه هالشخص ترك اثر كبير مش بس على العالم يلي اشتغلوا معه بس على عدد كبير من اللبنانيين. I once read a saying that has stuck with me since then. It goes like this. People die only when we forget them. If you remember them, they will always be with you. Muhammad Shattah, we will always remember you. هو من قال أننا لن نيأس ولن نرتاح ولن نستكين حتى تحقيق كل الأهداف التي سقط محمد شطح وكل شهداء ثورة الأرز من أجلها. هو من يرفض أن يكون استشهاد محمد شطح صفحة طويت في دفاتر النسيان نستعيدها مرة كل عام. بعد 3 سنوات على الغياب، ماذا يقول له اليوم؟ كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. نينا عمر وراني رئيس سليمان، ممثلي الرؤساء، أصحاب المعالي والسيادة، الحضور الكريم. أنا كتير مسرور اليوم إنه نينا وعمر وراني أتاحوا لي المجال تأحكي شوي عن محمد شطح. مش لأنه بحب الحكي كتير، بس لأنه محمد شطح بيستحق الحكي عنه كتير. ولأنه شاءت الظروف انه اقضي انا وياه ساعات وساعات وساعات بالمناقشات والتحاليل، بالاضافه لتفاصيل الحياه السياسيه يلي كنا نتابعها كثير اوقات سوا. محمد شطح شخص فريد من نوعه. كان القضيه، انا ما شفت بحياتي شخص متجرد قد محمد، مثل كأنه ما كان عايش مشان شيء إلا للقضية. هو واعي كان يفكر بالقضية، وهو نايم كان يفكر بالقضية. هو عم بياكل، هو عم بيشرب، هو عم بيتحرك، هو عم بيتنقل، حتى هو عم بيتسلى، إذا كان يتسلى كان يفكر بالقضية. ما حسيت ولا لحظة من اللحظات إنه محمد شطح كان عايش لحاله، ويمكن كمان ما كان يفكر بحاله، ويمكن ما كان يفكر بنينا وبالولاد، كان يفكر بشغلة وحدة، بالقضية. مشان هيك بنظري محمد شطح كان راهب القضية وراح يضل راهب القضية. ما بخفيكم بالأسابيع الماضية كتير فكرت بمحمد شطح. بتعرفوا ليه؟ لأنه وقت تشكيل الوزارة في عشرات وعشرات من الأشخاص ليل نهار يصارعوا ويقارعوا ويسعوا ويجربوا مشان تصيروا وزراء. بالوقت يلي محمد شطح عطول كان موجود حد اللي كانوا يشكلوا الحكومات، وبرضه ولا لحظة من اللحظات طلب حكومة أو حقيبة لحاله. ايه طبعا مرة اجا وزير. بتعرفوا ليه؟ لأنه طلب منه انه يكون وزير. بس مش هذا كان أحلى شيء يحب يعمله محمد شطح. اللي كان أكثر شيء يحب يعمله محمد شطح كان يحب يضل خارج التفاصيل، حد الحدث مش بقلب الحدث. مش لأنه ما بده يلتزم، كان أكثر واحد ملتزم، بس تيقدر يضل يشوف صافي، تيقدر يضل شايف الصورة بكاملها. ما كان بده كل يوم يهتم بالتفاصيل تضيع بالتفاصيل. لأكثر شيء كان يحبه محمد شطح كان يحب الوراق، يعمل وراق. كانت ورقة رايحة ورقة جاية. كان بكل مرحلة ينكب على صياغة ورقة نستفيد كلنا سوا نحن منها. ورقة بتوصف الوضع القائم وبتوضع الحلول أو الاقتراحات للموقف السياسي اللي لازم ناخده مشان تنقدر نطلع من الواقع اللي نحن فيه.
في شغلة تانية محمد شطح كان كتير يحب يعملها، هو كان يحب يقرب وجهات النظر داخل 14 أدار. محمد شطح كان عنده جلد كتير كبير، أنا لحديت هلأ بحسده عليه. كان ينتقل من قيادة إلى قيادة، من شخص إلى شخص، ويضل يشتغل ويشتغل ويشتغل تيجرب يوصل لموقف واحد لكل فرقاء 14 أدار. بقدر ما بيصح نسمي رفيق الحريري بي 14 أدار، بصح نسمي محمد شطح إما ل 14 أدار. وبعد في البعض منا بيتسألوا، بعد في البعض منا بيتسألوا ليش قتلوا لمحمد شطح؟ قتلوا لمحمد شطح صحيح، بس ما رح نتركهم يموتوه. بيموتوا محمد شطح بالفعل وقت بيموتوا القضية، وما رح نتركهم يموتوا القضية. هلأ طالوا محمد شطح مزبوط، طالوا واحد منا أساسي مش هيني أبدا، بس ما رح نتركهم يطالوا القضية. يا أخوان، ممكن بوقت من الأوقات الشر يربح جولة، يقدر يوجه ضربة 50 للحق، بس مش معناتها ولا بأي حال من الأحوال أنه انتصر الشر وانكفأ الخير. ما رح نترك الخير ينكفي شو ما صار يصير. هلأ بعرف أنه في البعض منكم، في البعض منكم هيك عم بيتبسم أو عم بيهز براسه ويقول ما خلص نالهم القضية وخلص، بيكفي واحد يلقي نظرة صغيرة على كل اللي عم بصير حول منا تيشوف انه ناله من القضية. هيدا غلط، ما حدا نال من القضية وما حدا في نال من القضية. ممكن بوقت من الأوقات يقدروا يقتلوا حدا منا، ممكن بوقت من الأوقات يأخروا القضية، ممكن بوقت من الأوقات يقدروا يحجبوها لمرحلة من المراحل، بس 14 أدار ثورة الأرز انطلقت وما حدا في يقدر يوضع على حد. نحن الجيل يلي شهد على ثورة الأرز، نحن الجيل يلي شهد على انطلاقة أكبر ثورة شعبية بتاريخ لبنان، هذا جيل مسؤول بالفعل، ما رح يترك حدا يحط نهاية للقضية بغض النظر عن المراحل اللي عم نمرق فيها بالوقت الحاضر. أنا بهالمناسبة تحضرني صورة يعني براسي واضحة جدا، وقت كنت بالزنزانة. نحن بالوقت الحاضر عم نشوف غمامة كبيرة قدامنا، وكيف ما طلعنا ما عم نشوف إلا هالغمامة. وقت كنت بالزنزانة أنا ما كنت شوف إلا الزنزانة، وأنتم من برا ما كنتوا تشوفوا إلا عهد الوصاية. بس ورا الزنزانة وعهد الوصاية شفنا شو الله كان محضرنا. بدي أتمنى عليكم شغلة واحدة، تتأكدوا تمام أنه ورا الغمامة الحالية في كتير وكتير اشياء محضرت لنا مثل ما تحضر لنا بالسابق. والسلام. نروح شكراً للحضور.